असल का ही रखियो मैं अब गई का जिंदगी السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي غالية أه سومالوين من الجوكتان بأد بين السلام هيا وغويها الأحمى شاربة أو إذن له ميل والباء الجوكتان كسو دوادة شاربة شو أو آت تطبات كيبا لما تجير كلا سعطان هذا وركي ودن بي سوماليا يمر والباء أو أنسو قد بنو أو أن وقت كحرلين هضب حالة سوماليا ماشي مرايسو يوركي ودن بي يمر كاسي عصب هديات عصبتها هي جنال كا شارب بشو كمبريلك برو سبسكرايبك سبسكرايبك سارو سي عاد مروة بقلو سعوتيد يلايكتا سينا شارقرا إن شاء الله بإذن الله الكريم مروة بنا وهل كاك هل نغضو شارب بشو وهل هكون نغضو ما توحان ما إن شاء الله بإذن الله الكريم إنا أوماد عليو إن الله لي إنتي هوري سبسكرايب أصارتي وانها سنتين جزاك الله غيرا صاحبة غالية وأجرة مركا وحان بعاو إن شاء الله إنا نكاه الله barnaamijkii ka dhacay xabsiga dhexe ee Soomaaliya iyo warar kale oo la saddex marayo taas oo sheegaya in laga yaabo wada shaqeynta la tuhunsan yahay oo sida weyn loo tuhunsan yahay ka dhaxeeyo ururka argagixisada ee Al-Shabaab iyo hay'adaha hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo wada shaqeyn dhe fog ka dhaxeeyso oo isu dhex milmay ayaa hadda waxaa laga baqayaa in la maleego in ururada mucaaradka sida madasha xisbiyada qaran iyo xisbiyada kale ee wadanka ka jira ee dowladda mucaaradka ku ah federaalka ah ee Soomaaliya in loo maleego maalmaha ama ayaamaha soo socda shirqool ay argagixisadu soo abaabushay iyo sirdoonka Soomaaliyaba taas oo shacabka Soomaaliyeed looga digay dadka Muqdishona ay ka foojogan yihiin mucaarad iyo nin walba oo arintaasi ay qusayso xagga amnigiisa oo siyaasi ah oo ku nool magaalada Muqdisho marka insha Allah arintii xabsiga dhexe iyo barnaamijkaas kala ka hadlayna oo ku saabsan in laga yaabo in la qarxiyo siyaasiinta dawladda ka soo horjeeda مسؤول شعبي ما كمار انت ما تيجي دليل ما كمار انت مرانو غصور ما كمار انت ما انت رود واحد عي وحواها عرين قاد لولا تجعي لان السوقي ومدبرنا لها intaasan al-shabaabka aan hubka lagu geynin xabsiga dhexe gudihiisa maxabiista ku xirnayd ee argagixisada ahayd bombooyinka iyo bastooladaha iyo hubka arrinta shacabka soomaaliyeed ay awal bay hadal hayeen horeyna halkan lagu sii deynay waxay ahayd in laga digayay mar walba in shabaab iyo hay-adda NISA iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ay isku milmeen sababta waa ognahay sirdoonka waxaa haysta Fahad Yaasiin فهد ياسين هو نين حرير لوين لاله أريد حسادة شبابك صوته اه واجي او جورناليستاها اما صحافيك اوها او جنالك الجزيرة او شغيني اي اد بو حرير اوها ورسية بضان بو كسو قادي ديگانة دو تغي اي مركا حيستين او كتلين ايان دالك الصومالية مركا حد دو حوا اي حبسي قد حي وحا عداتي باريتان دير مكي الوسمي اي ان هبكا اي قلية النساء هل كاسم الربي in laga sii daayo afar nin oo maxabiis ah oo shabaab ah oo ku jirtay xabsiga dhexe taliya shub iska dhe asagu waxba ma oga baydhaba laga soo bedelay muqdisho la keenay waanki baydhaba dadku ku leeyahay hadda ka hor taliya shub dhe oo markii baydhabo
أبو روبو مسور أبو روبو السحري وأنا كي دسك ماشي كله أي هل كسو كسو عام بحي كدي من هذا الحلقة اللي تليها حبس قد حق إيه مقالة ما قد شو يا جبر كبنادر مارك عصو ويكو يري نبى نقر القبصري وما حبيس لكم دها قري وحاج عنتي سوق لو كحو جاسكري كدي من وحي بوبسيين نكلا أو ورديها كرة إسرنا حبس قد مارك تليها شوب إسكده تليه شوب أصله وحبه مأوجا وادمير من رعدي أنا واحد ذكره وادمير من رعدي مركو حوي حقيقة شفته لما كان هو كلوجي حبس قد حه قريه والغاري وان لوجي يبومبوينك وجيت كوي نروح ها نكيف كري أو نك دلي ريد كأه مركو حبس كصباح أو إسقوس كحمر تجرب تكده إسقوس كهرمره كدلي أو بتشارك كقطي نكاسوي نكا لدى مع السنة إلا سيد دايو أو أكتف أد وقه لنا عالشباب كدنا عودة وانين أد أيغا مهيم وقه هابوها إيوه لصاب صدح نين أو كلا أو كوحر نايد حبسيقا أفرطان نين بهيد ماشي لغي سيد دايو واح كلا ماهين مركا خصاصتان إيه هوبكان إيه واحان ربا ماشي والقي لباتدو وينا واحي كان مركا دادكي بان إن الله شاقو قول لي هذا جدي بالأسرةنا، ووزيرك عدالته وقدومية وياهي، وحوي عل كدع توجنا كوعد مسي عل كدع هذا ما قشام جدي بالدولة اللي حصاريسا، وعندي حبس كده حصاريسا، وحلم تهشت بقول إزجوز كبنادر لودري، أكتوبر سنة في هراء، أفرت ممكن أكتوبر سنة في هراء، بحلم تهاي جدي بالأسرةنا، وحلم تهاي عبد قيديد واركي جورجيس لوجستي سنة عبد قيديد. جودي بان أسرينا وحي لما تهاي وركي جورجي عبد الرحمن عبد الشكور سياسي حسب جودجير لوجستي جودي بان أسرينا دلكي إنجنيريسو جودي بان أسرينا تنحب سجل ما تو حوي جودي بان أسرينا وحوي تو علك تو جن كوع إذا مس صوت أمرك علك دعه تو جدنا بركة كوع إذا مني سوي يا وحي ودم بيك هسي عروسان سوا كحدثة وحوي مركة شبابك إيوه هيد النساء الدولة الفدرالية وسلاح جلين صومالي إلهي وحفلنا مركز نصر الأوكيانو وفرماجو يتلدي سويمشة كبحلو وصومالي صومالي أي دورشو أدو إن شاء الله دورشة ضبطا سلوه لما دحوينا عصب إيوه لبعتضن الله جبحه إيوه شباب كان إيوه هيده أمنية الدولة الفدرالية وسكنه ملمي هذا هو واحد نصوص على إن شاء الله بقيتان كم قرر المقدس اللي جاب حبس قبل إن هيد النساء دولة الصومالية إيوه نمكر جيش هذا أبابلان إن ذاتك سياسيين تأكسر جدا قرح لو أبابله وأه وح وين أول كأه سياسيين تمعارضك هذا أي قبلا دولة الصومالية مبدئيا سياسة حان كسر جدا مسؤول شعبي ذا ما كمارنتا ما كيي تريل ما كمارنتا مورانو قصور ما كمارنتا مقالة مقدشة بريها محاسد الحمرية إيو ضدك سياسة الصومالية أنه ندلولا مادام حبسي جدحي هو بنتل القليي لو الري محبيس لغفكيي محبيس بدن أو أنكو حرنين أرهمو أرجك حسو أما دنبيو وين هكاسي نفتو دكو وين أو إيران لواتمي يكرو لافي دمشادو داو عنا أو كنتمي كلو ويهاي حبس قد حكاد عاي محاد ديدي بيليهن دادك الصوماليا سياسي دو فلنغايا إن شبابنا لو أدك سدو إن أو إيران مضاشا حسبية دقران إن أو إيران حسبية ودجير إن أو إيران سياسيين تا أقويهنين تا دادك إليتك أه ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo saligooda iyo hadafkooda uu yahay in dawladdan fadhiidka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay meesha banayso abaabulkaas laga baqayo inay iskaashadaan Nisa iyo shabaabka sida isku kaashadeen xabsiga dhexe Muqdishana waa arrin soo taraysa sida wararka qaar ay qorayaan ee ka soo baxay magaalada Muqdisho saxaafadeeda iyo siyaasiyiinta dawladda ka soo horjeeda fikirka ay qabaan oo ah in ay possible tahay أما إذا عكرت مر والبا إن ور وغاضه إذا لسك عشان يو أرجع حسده ينسبه وح والبا
مقدشو وا كفلا كرتا واخ ولب دولده مخا عبد الله فرماجو وي كسورتودا سي اي وقتي كو دهرستان اني ابوران حالد غلاصو حالد امن درو ام جوب علوس او وين او لو هلمامو دورشدي اي وخي دما اني مغادا مقدشو كدعدو لكن waxa lagu digaya waxa weeye in maxkamad lagu soo taagro caalami ah international crime ay noqon karto oo maxkamad caalami ah lagu geyn karo gudaha iyo dibadda ba shirqo noocaas iyo kala sababta dadka Soomaaliyeed wada baaritaanka ku dheereeya hadii argagixisada loo isticmaalo siyaasiyinta dawladda ka soo horjeeda oo ka fikir duwan waxa kale dadka siyaasadda Soomaaliya falqeeya kula talinayaan siyaasiyinta ka soo horjeeda dawladda federaalka ah ee ku nool magaalada Muqdisho inay amaankooda adkeeyaan inay fujignaantooda adkeeyaan sababtoo xilli kasta waxaa lagu samayn karaa fal aan la filaynin oo aad u xun marka Soomaaliya hadda rajadeedii beesha caalamku way ka sii quusanaysaa go'aanayna ka soo saari doontaa sababtoo ah siyaasaddii dawladdii Baxamed Cabdullaahi Farmaajo meel ay u socoto lama yaqaano shirkii dhusamareeb lagu balamay 15 bishana laba maalmood ba ka hartay guddi been ah oo farsamada loo saaray mana dhici doono shir dhacayana oo meeka madaxweynihii galmudug ee martiqaadka shirka qaban lahaana turkiga iyo xaaskiisii iyo faamilkiisii buu aaday wuxuu joogaa istanbul turkiga waxa weeye marka shirka dhusamareebna waa fashilmay wax natiijo soo socona ma lahan maxamed cabdullaahi farmaajo ra'iisul wasaare inuu magacaabo waqtigan diyaar uma ahan oo marka soo go'aansado waqti ugu haboon iyo maxaa dhici doona ma sidii xabsiga dhexo kala mucaaradka ayagana loo daadan doonaa oo ciidanka iyo waardiyaasha waardiyeeya inta la kala gado gudaha bombooyin iyo meelahay degyihiin lala geli doonaa insha allahu dibba ka falqaynaa shaari bashow mar walba la soco haddii ilaahay idmo la soco mar walba janalkana wehelkaaga mar walba ha noqdo haddii aad ku cusub tahayna subscribe ka hore u saaro si mar walba aad nala socotid biidnillaahi kariim والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلاي